مساء الخير جميعا، نشكركم على تفضلكم بحضور هذه المناسبة السنوية التي نقيمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتكريم أحد المبرزين في الدفاع عن حقوق الإنسان. سرنا إن العدد أو الأحباء جميعهم موجودين لهذه المناسبة. في البداية نود باسمكم جميعا أن نعزي زميلنا عبد الجليل يوسف بوفاة زوجته، والتي يعني صابرت برغم الظروف التي مرت بها العائلة، ونسأل الله لها الرحمة. ثانيا بهذه المناسبة نود أن نستذكر جهود الحقوقيين والقانونيين الذين قاموا بوضع ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم العربي الشهير شارل مالك. طبعا هذا الإعلان العالمي غير الكثير من مفاهيم الإنسانية، ووضع الإنسان وحقوقه على الخارطة في الاهتمامات، وأصبح مقياسا للدول المنتهكة والدول المحترمة لحقوق الإنسان. وإذا كان مثل ما ذكر الشاعر حافظ إبراهيم في بداية القرن الماضي، لكل زمان وكل زمان له آية، وآية هذا الزمان الصحف، وإحنا الآن نقلبها ونقول آية هذا الزمان حقوق الإنسان. طبعا هذه بالنسبة لي. الشيء الآخر، نود أيضا أن نشكر الجميع لمساندتهم الجمعية بالرغم من الظروف التي تحيط بها وبنشاطها وبحركتها، مثلها مثل المنظمات وهيئات المجتمع المدني. وأشكر كل جهود الحقوقيين وخصوصا في دفاعهم عن الأوضاع الحقوقية ومحاولتهم حلحلة الوضع الحقوقي في البلد، وهو مرتكز أساسي يتطلع إليه كل واحد في هذا الوطن. بالمناسبة هناك أيضا درع نفتخر بأن الرمز الوطني الجامع الشامل الأستاذ أحمد شملان هو موجود بيننا ودائما معنا، وتم اختيار هذا العام المناضل الحقوقي عبد النبي العكري نظرا لجهوده ونشاطه ونقله القضية الحقوقية من فترة طويلة إلى المحافل الدولية، مما وضع الوضع الحقوقي في البحرين منذ أمد طويل على خارطة اهتمام العالم. نأمل أن نرى نشاطه المتجدد دائما، وبالرغم من يعني السنوات الطوال، ولكنه لم يكل ولم يستهين ولم يترك الساحة، فله شكرنا وتقديرنا ودعائنا له بطول العمر. برنامجنا لهذه الليلة، قبل كل شيء أعتذر عن التأخير بسبب ظروف الترتيب التي حدثت فجأة بسبب وفاة زوجة الزميل عبد الجليل يوسف. طبعا عندنا سبق وجود يعني بدأنا هناك كان عرض في محاولة عرض فيلم، ولأمل أن يتم عرضه في نهاية هذا البرنامج. عندنا سنقرأ كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة 10 ديسمبر، وهو يعني تاريخ صدور الإعلان العالمي. يقول السيد بان كي مون في بيانه: في خضم الفضائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يتعين
انتهاز مناسبة الاحتفال بهذا اليوم يوم حقوق الإنسان لزيادة تضافر العمل العالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي تعهدنا جماعيا بالتمسك بها. وفي هذا العام الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية 70 للأمم المتحدة، يمكننا أن نستلهم العبر من تاريخ الحركة الحديثة لحقوق الإنسان التي انبثقت من مخاض الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت حدد الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الحريات الأربع الأساسية باعتبارها حقا مكتسبا لجميع الناس، وهي حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والتحرر من الخوف. وانضمت زوجته إلى نور روزفلت هنا في الأمم المتحدة إلى صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم لتكريس هذه الحريات في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا اليوم يمكن رؤية التحديات غير العادية التي نواجهها ومعالجتها من خلال منظور هذه الحريات الأربع. الأولى هي حرية التعبير، وهي حرية يحرم منها ملايين من الناس، وتتعرض للحظر للخطر على نحو متزايد. يجب علينا أن ندافع عن هذه الحرية وأن نحافظ عليها وأن نوسع نطاق الممارسة الديمقراطية والمساحة المتاحة للمجتمع المدني للعمل، وهذا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم. الثانية هي حرية العبادة، فقد اختطف الإرهابيون الدين في جميع أنحاء العالم، وخانوا روحه الأصيلة بقتلهم الأبرياء باسمه، بينما يقوم آخرون باستهداف الأقليات الدينية ويستغلون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية. وردا على ذلك، يجب علينا أن نعمل على تعزيز احترام التنوع على أساس المساواة الأساسية لجميع الناس والحق في حرية الدين. الثالثة هي التحرر من العوز الذي لا يزال يصيب بلاؤه الكثير من البشر. وقد اعتمد قادة العالم في أيلول سبتمبر خطة التنمية المستدامة لعام 2020 بهدف القضاء على الفقر وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة على كوكب سلمي معافى. والآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الرؤية. الرابعة هي التحرر من الخوف، فالملايين من اللاجئين والمشردين داخليا هم المحصلة المأساوية لعدم الوفاء بهذه الحرية. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم هذا العدد الضخم من الناس الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، وهم إذ يفرون فإنما يفرون من الحرب والعنف والظلم عبر القارات والمحيطات، وكثيرا ما يخاطرون بحياتهم. وردا على ذلك، يتعين علينا أن نفتح أبوابنا لهم لا أن نغلقها في وجوههم، وأن نضمن لهم جميعا الحق في طلب اللجوء دون أي تمييز. وينبغي أيضا أن يتمتع المهاجرون الذين يسعون إلى الخروج من ربقة الفقر واليأس بحقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا اليوم نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان كأساس لعملنا، فهذا الالتزام يمثل روح مبادرة حقوق الإنسان أولا التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى منع الانتهاكات الواسعة النطاق والتصدي لها. ففي يوم حقوق الإنسان دعونا نجدد التزامنا بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع. هذه كلمات بان كي مون انتهت. طبعا هذا العام الأمم المتحدة اتخذت شعار حقوقنا حرياتنا دائما، ونحن اتخذنا شعار موازن لذلك، وهو إنسان واحد حقوق مصانة. الآن إلى بيان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، يتلوه المحامي عيسى إبراهيم، يتفضل.